أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق الأوسطية. قطر بدورها هددت بقطع إمداد العالم القديم أوروبا بالغاز. الأمر لا يتعلق بالغاز بل بالغاز المسال للتدقيق، لكن مع ذلك فإن الإجراءات الأولية التي قامت بها الدبلوماسية على وجه التحديد الدبلوماسية الأمريكية وجرت اتصالات في هذا الموضوع من أجل تمرير هذه السياسة، تمرير سياسة تسقيف الثمن، تسقيف الثمن بالنسبة للغاز، تثمين ثمن النفط كما كان حادثا مع روسيا. الأمر انتقل مباشرة إلى الحليف الذي هو من دون عقوبات وهو الحليف الأساسي أو الرئيسي خارج الناتو والبلد الخليجي وعضو في مجلس التعاون الخليجي وكل هذا. ورغم ذلك فإن الأمريكيين دعموا مثل هذه الخطوة. إذن الخطوة الرئيسة التي أرادها الأوروبي عموما الوصول إلى محاولة تسقيف شراءات أوروبا من الغاز والنفط على حد سواء، وهكذا لا يرى الروسي وحسب أن هذه معضلة، بل إن الوضع وضع عام، سياسة أوروبية جديدة تحاول أن تنقذ نفسها من الوضع الحالي التنافسي. لنرى وبشكل مباشر أن منظمة التجارة العالمية أو الدولية لم يعد لها مكان من خلال ما يجري. الإجراءات اليوم لا تأخذ اعتباراً لحرية التنافس، لا تأخذ اعتباراً لأهم شيء في حال وقف مثل هذه الإجراءات، يعني الإجراءات التنافسية الحرة وأيضاً الثمن أو ليبرالية السوق عموما أو كل هذه الإجراءات المتصلة بالتقييدات أو بالاشتراطات. كل التقييدات والاشتراطات في العرض والطلب هذا أمر مرفوض ليبراليا، فلماذا قبوله اليوم من مهدي الليبرالية الغربية؟ السؤال هنا يجيب عنه تماما واقع الحال، لأن أمريكا لم تعلن مارشال لا باتجاه أوكرانيا ولا باتجاه أوروبا. هذا أمر لم يعد ممكن. المسألة الأخرى انتقاد وزير الطاقة الفرنسي للقول أن ما يقدمه الأمريكي لصالح الشركات الأمريكية، يعني دعم الإدارة الأمريكية لشركاتها بحدود 400% مما يبيعه للشركات الفرنسية أو الأوروبية. هذا يعني أن 400% كفارق هذا الذي انتقده وزير الطاقة الفرنسي. وعندما نذهب إلى الألمان فإنهم يريدون توحيد هذه السوق، هذه فرصتهم لتوحيد هذه السوق والوصول إلى تفاهمات مع الصين بعد زيارة المستشار الألماني لبكين، وأيضا هذا التوجه الجديد لأوروبا. أوروبا اليوم تريد هذا التسقيف رغم أن هناك امتلاء لكل الاحتياطات تحت أرضية التي لدى أوروبا. كل متر موجود مكعب يمكن فيه تخزين الغاز خزن فيه الغاز. معنى ذلك أن أوروبا اليوم 100% رغم التكلفة الهائلة بالنسبة لهذا الغاز، لأنه غاز غير رخيص كالذي لدى روسيا، ورغم كل شيء فقد تمكنت مثلا ألمانيا وكامل أوروبا الآن من هذا الوضع، يعني وضع أن تكون الاحتياطات 100% رغم خسارة الأمريكيين الاحتياطي من الاستراتيجي من أجل الاعتدال في الأسواق. فرأينا أن مثلا في النفط وجدنا بايدن يقوم بضخ مخزون الاستراتيجي من أجل توازن الأسواق، استقرار الأسواق بتعبيره. لكن اليوم أوروبا لماذا تحاول الآن تسقيف؟ لأن لديها الاحتياط، هذه مسألة احتياط كامل
لذلك فالتسقيف ممكن فيما عدا هذه الاحتياطات، الاحتياطات أخذتها بأغلى ثمن، فلماذا اليوم اللعب بشكل استراتيجي على محاولة تسقيف الثمن؟ لأن الحاجة أساسا لأوروبا باتجاه الغاز منخفضة، على الأقل الآن تحاول ترك هذه الاحتياطات في حدود الشهرين القادمين عدم استغلال الاحتياط إلى الآن، وتحاول التسقيف لأنها تجاوزت عنق الزجاجة. إذا أمامنا الاحتياطات التي أصبحت ب100% في مقابل التسقيف. المسألة الثانية أن أوروبا لا يريد اليوم أحد أن يضغط عليها، وهي التي قررت وبشكل مباشر أن تجعل نفس العقوبات على روسيا نفسها على باقي الدول غير المعاقبة. يعني أن الإجراء الذي كان باتجاه التسقيف كان جزءا من العقوبات. اليوم فيه قطر وهي دولة ليست معاقبة بأي حال، ورغم ذلك فهناك محاولة لضرب أهم شيء هو الاستثمار في الغاز. منذ 1960 مع أكبر حقل في هولندا وجدنا أن هناك اعتبار دقيق للغاية بخصوص رفع الثمن مع رفع الاستثمار، كلما رفع الثمن رفع الاستثمار. إذا توقف أوروبا عن الاستثمار في الغاز هذا سبب إشكالا. كل ما يريده الأوروبيون الآن أنهم يناهضون بالطاقات البديلة والمتجددة وكل هذه التسميات بالنسبة للطاقات التي هي غير أحفورية أو على الأقل غير تقليدية، فالتي هي اليوم ضحية رغبة في إيقاف الاستثمار تجاهها حتى لا يرتفع الاستثمار مع ارتفاع الأثمان، لأن بارتفاع الأثمان في الغاز والنفط توجه جزء من الاستثمار من الاستثمارات باتجاه النفط والغاز، واستعاد القطاع جزءا من حيوياته. لكن بالنسبة لأوروبا تريد أن تضرب بسياستها البيئية مثل هذا الوضع الجديد الذي يدفع بالأموال تجاه الاستثمار في الطاقات الأحفورية عوض أن تكون في الطاقات المتجددة والبديلة. هذه سياسة بعيدا عن روسيا، لكن في واقع الحال يريد العالم القديم، يريد الأوروبيون الوصول إلى إعادة تقدير باتجاه كل النفط والغاز وبناء سياسة أخرى مناهضة لهذين المصدرين الأساسيين للطاقة. لذلك قطر هددت بقطع الغاز، قطع بيع الغاز أو رفض بيع الغاز مباشرة لأوروبا. لذلك فبالنسبة للقطريين يعرفون جيدا أن المساس بالاستثمار، وهنا يتفق تماما الأمير تميم في هذه الاستراتيجية بالاستراتيجية الأخرى لمحمد بن سلمان، وهنا يقف الأمير تميم بطريقة ما مع تنافسية الأسواق، مع أن تكون الأسواق بعيدة عن السياسات البيئية وبعيدة عن الأهداف السياسية والجيوسياسية على حد سواء، لا الرافضة مثلا لأنواع من الطاقة ولا أيضا بالنسبة للجيوسياسية الربط مع أوكرانيا أو ربط الحالة النفطية مع روسيا. اليوم محمد بن سلمان على صعيد النفط والأمير تميم على صعيد الغاز، ويقترب الآن الأمير تميم من بوتين في هذا الخضم، يعني أن الأمر يتعلق مباشرة بنفس الإجراء الذي هو لبوتين قام به الأمير تميم. فهنا نرى أن هناك تجاوز أساسا لأن يكون النفط والغاز وعبر العرب قطر والسعودية على العموم هما اللذان حاولا فصل السياسة عن الغاز والنفط، يعني أن كل التقارب وكل ما أرسله بايدن إلى الأمير تميم كل هذا من أجل تمهيد الضربة ضد الغاز
ولكن الأمير رد بنفس الإجراء الذي قام به بوتين. لذلك المنتجون اليوم ومن بوتين وإلى تميم وأيضا محمد بن سلمان، الثالوث اليوم هو في قمة الاستهداف، في خانة الاستهداف، هذا واقع الحال. لذلك فجر تميم مباشرة إلى أجواء الصراع اليوم جعل من قطع الغاز على أوروبا ومن ثم أيضا خفض النفط بمليوني برميل بالنسبة للسعودية في أوبك بلاس، كل هذا يجعل من المنطقة تأخذ بعدا آخر. تميم ومحمد بن سلمان حول المنطقة، حول كل من الغاز والنفط إلى أمرين حاسمين، وأصبح الأمريكيون المغادرون يعودون بسرعة، بل يتوهمون سيناريوهات، سيناريو ضرب إيران للسعودية. وعندما نقل السفير القطري في طهران أو السفير الإماراتي أيضا في تقييمه لما قاله الإيرانيون، فهذا كان بعيدا ومستبعدا، رغم أن وول ستريت جورنال المعروفة بقربها من الاستخبارات كانت واضحة أنها تريد العودة، تريد مبررا للعودة، لأن بالحماية هناك إتاوات الحماية، حماية النفط وحماية الغاز، ولا أحد يطلب الحماية الآن، لأن قطر أيضا سعت إلى تركيا في حمايتها أمام حصار الرباعية. وأيضا بالنسبة اليوم لتركيا مع السعودية، وهكذا فالوضع الدقيق للغاية بخصوص تركيا وحماية السعودية، هذا أمر محسوم تماما كقطر. ولذلك فالغاز والنفط العربيين محميين من تركيا، وهذا هو الأمر الشديد الأهمية، إذ عبر أردوغان بشكل قاس عن مهمة الدفاع عن المملكة العربية السعودية وقطر. وهذا أيضا يخدم بطريقة غير مباشرة بوتين باتجاه أردوغان بالمزيد من الدعم عبر تركيا من أجل مثل هذه الحماية، مما جعل ورقة بايدن تحترق، هذا هو واقع الحال. والأوروبيون اليوم يواجهون بوتين ويواجهون محورا عربيا دقيقا للغاية وخطيرا للغاية، الغاز القطري والنفط السعودي. وهكذا فالأمريكيون يحاولون اليوم العودة ولو من سيناريوهات مفبركة، فيما أيضا هناك رغبة أساسية لدى أوروبا في جعل الخليج وجزءا منه يريد الفرنسيون مثلا عبر الإمارات العربية المتحدة ومن خلال قاعدة فرنسية هناك أن يؤكدوا على أهمية الدفاع عن الخليج، ليس الإمارات وحدها وإنما كل دول الخليج نتيجة هذا الضغط الذي خلق من خلال النفط، السياسة الجديدة في النفط والغاز، وأدارها محمد بن سلمان بما يتجاوز السقف السعودي، وتجاوزها تميم بنفس السقف السعودي بما يقابل بوتين. فكأن تميم بوتين في نفس اللحظة عندما قال بقطع إمداد الغاز، إمداد الأوروبيين بالغاز. إذن أمامنا هذا التصور الشديد الدقة الذي تعرفه الآن المنطقة والذي لم يعرفه الأمريكيون أكثر، لأن كل ما يجري الآن هو طرح سؤال: هل الأوروبي يستغنى عندما أراد شراء إضافيا؟ هل هذا الذي يريده الآن يريد كساد الأسواق؟ إذن العملية الآن مدروسة عبر السبع، عبر مجموعة السبع، وهذه الخطط كان يريد من خلالها بايدن تمرير تسقيف ثمن الغاز من أجل تمريره، لكن القطريين وقفوا في مقابل بايدن أيضا وفي مواجهة بايدن، ليكون القطري في معركة الغاز ومحمد بن سلمان في معركة النفط بنفس الطريقة، ودفاعا عن المصالح الاقتصادية الخالصة لهذه الدول
لأن هذا مهم للغاية، وهذا ما يكشف لماذا قطر أيضا دعت إلى قطع الغاز عن أوروبا. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.